des formes de violence. Mis à part cette initiative. متتبعي قناة أنفاس بريس مرحبا بكم. التوجه الرقمي أو التكنولوجي لم يعد اختيارا وليس صرفا في القرن 21 على اعتبار أن العالم كله يعرف حتى الثورة رقمية وتكنولوجية. المغرب أيضا انخرط منذ سنوات في هذه الثورة الرقمية والتكنولوجيا، ولكن بقدر ما لهذه الثورة الرقمية والتكنولوجيا إيجابيات على مستوى نشر المعرفة، على مستوى تدبر الأفكار، على مستوى المعرفة، لها أيضا وجه سلبي خاصة بالنسبة للتلاميذ والأطفال، لأن العديد منهم يتعرضوا للعنف، كما أن العديد منهم أصبح مدمن على التكنولوجيا الحديثة ما يشكل خطرا بالنسبه اليهم. جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه نظمت ندوه من اجل التطرق لهذا الموضوع هذا. شنو هي الاسباب التي تخلي الادمان الكثير على التلاميذ والاطفال على الشبكات على الانترنت؟ هو هذه الظاهره ديال يعني الشبكات التواصل الاجتماعي والسوء، حنا كنسموه سوء استعمال هاد يعني الهواتف النقاله الذكيه، لانه ما تمش التحسيس يعني بواحد الطريقه لهذا الاستعمال، لان عوض استعمال الهواتف او يعني هذه المواقع من اجل المعرفه ومن اجل يعني تكوين المراهقين والاطفال، الا انه سوء استعماله جاء هو اللي ادى لواحد المشاكل كثيره اللي ولات التلاعب بها، ولانه الطفل ما واعيش بالخطوره ديال الفعل ديالو، في بعض الاحيان كياخذها كلعبه، كأي لعبة كيتعامل بها في يعني عبر الانترنت وعبر المواقع، ولكن يعني هنا كنشوفوا شكون اللي كان السبب اللي وصلنا فيه لهذه الظاهرة. تنقول بعد المرات المدرسة، العائلة كذلك اللي ما كترقبش الأطفال ديالها، ويعني كنشوفوا الطفل عنده 7 سنوات ولا 6 سنوات العائلة ديالو كتشري له الهاتف وكتخليه وما كترقبوش، وهذا هو اللي عطى يعني واحد المشاكل كبيرة، لأنه حنا ما غاديش ناخذوا الطفل لأنه كيبقى دائما الطفل ما واعيش بالخطورة، ما واعيش بالاستعمال، وأن هذوك الاستعمالات أو هذوك الصور أو هذوك الميساجات اللي يعني كتلاحف عبر المواقع الاجتماعية أنها يمكن يكون عندها واحد رد فعل عليه هو كشخص، وعلى كذلك على الطرف الاخر اللي كيتعامل معاه عبر هذه الوسائل. ظاهره الادمان على شبكات الانترنت كتولد لنا واحد الظاهره اخرى اللي هي العنف الرقمي، يعني مجموعه من القاصرات والقاصرين كيتعرضوا للعنف الرقمي عن طريق مجموعه من الافعال، سواء تنمر، تحرش جنسي، ابتزاز جنسي، ابتزاز مالي، التهديد بنشر صور خاصه، وللاسف هاد الوليدات ما تيقدروش يبلغوا سواء المحيط ديالهم اللي هو الاسره او الاصدقاء او المؤسسات التعليميه، فبالتالي كيكونوا تحت رحمه هذاك المعتدي. وهنا كنوليو في واحد الاثار اللي لا تحمد عقباها. جمعيه التحدي للمساواه والمواطنه خذت على عاتقها توعيه والتحسيس داخل المؤسسات التعليميه لفائده الطفلات والاطفال والتلاميذ والتلاميذ بجميع الاسلاك، يعني من الابتدائي حتى الثانوي، من اجل التحسيس بظاهره العنف الرقمي اللي ولات كتنخرط المجتمع ديالنا، واللي الارقام ديالها في تصاعد مخيف. وهذا الشيء خلى الجمعية تدق ناقوس الخطر، وهذا الشيء علاش نظمنا اليوم هذه الندوة الوطنية من أجل تسليط الضوء على الظاهرة، وكذلك من أجل النقاش، وهي فرصة كذلك للحوار مع صانع القرار، مع الفاعلين العموميين، وكذلك مع فعاليات المجتمع المدني. كيف تجلى الظاهرة تاع العنف الرقمي بالنسبة للأطفال؟ اولا المنصات الاكثر يعني اللي كيتعرضوا فيها الاطفال والطفلات بشكل كبير لهذه الظاهره ديال العنف الرقمي هما الواتساب، فيسبوك، انستغرام، فبالتالي هاد الوليدات يعني هما تيستعملوا بشكل كبير، لان هي الفئه يعني الفئه العمريه الاكثر استعمال لهذه المنصات، وكذلك هما الفئه الاكثر عرضه انهم يكونوا سواء ضحايا او معنفين. لان كنا كنسمعوا الادمان على المخدرات، الادمان على الالعاب الالكترونيه، لان كاين واحد النوع ديال الادمان على الالعاب الالكترونيه، وكذلك ولا الادمان حتى على هذا المجال ديال يعني في يعني الميساجات، صور يعني كتمشي، وهذا نوع من الادمان، لانه اللي تيولي الطفل مثلا الا حيدتي له مثلا الهاتف النقال او حيدتي له اللعبه اللي تيلعب بها، تيولي يمكن يولي في واحد الهاله هستيريه. وهذا اللي داروا انه ما وجهناش الاطفال ديالنا للقراءه، القراءة كذلك لأنها مهمة، وهنا كنقول أنه دور العائلة ودور المدرسة مهم جدا في هذا المجال، لأنه التربية أساسية على استعمال مثلا هذه التكنولوجيا الجديدة، لأن هي فرضت نفسها علينا بغينا أو كرهنا، ولكن الاستعمال ديالها خصو يكون استعمال ذكي، واستعمال في إطار واحد الإطار محدد، يعني لا بالنسبة للتوقيت ولا بالنسبة لساعات اللعب به، وكذلك شنو هي المحتويات، لأن المراقبة
رقابة أساسية ديال الأباء والأمهات والمربيين في هذا المجال. بعد ما تعرفنا على الأسباب والأعراض التي تؤدي إلى العنف الرقمي وكذا الإدمان عليه، لابد أن نعرف أيضا سبل المعالجة من الظاهرة هذه من أجل تنشئة اجتماعية تخدم نفسها وتخدم الوطن. شنو طرقت على الخروج من هذا المأزق هذا والمعالجة بصفة عامة؟ أولا خاص يكون تفعيل دور الإعلام يعني بجميع المنابر ديالو، سواء المقروءة أو المسموعة أو المكتوبة، خاص يكون واحد التوعية والتحسيس بشكل كبير بخطورة هذه الظاهرة. كذلك خاص تكون توعية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية على مثلا على سبيل المثال كيفية التعامل مع الانترنت، أو مثلا طرق الأمنة لاستعمال الانترنت، فبالتالي كنكونوا قلصنا من الظاهرة وقلصنا من عدد الضحايا. سبل المعالجة هو أولا عندنا مسألة التحسيس، وهذا دور المجتمع المدني ودور المدرسة كذلك، وكذلك في المجال ديال التربية، لأن خصنا نربيو الطفل أنه هذيك الوسيلة اللي عطيناها له يمكن يستعملها للدراسة، ويمكن يستعملها في واحد الوقت مثلا ديال الراحة، من أجل يعني المسألة اللي هي كترجع عليه بواحد النوع ديال يعني ديال تكوين شخصيته، ماشي أننا نعطيوها له ما نحاكموش، أو أننا من لأنه دائما تنقول أنه الطفل كيبقى طفل إلا وجهناه وحسناه بالخطورة وعرفنا يعني نديروا له واحد البرمجة في استعمال هذاك المواقع أو استعمال الهاتف أو استعمال الآيباد، غادي نكونوا يعني حدينا من هذاك الإدمان. يبقى الاستعمال تكنولوجي أوجه إيجابية جديدة، ولكن في حالة إذا ما تم استعماله بطرق صحيحة حتى لا يتحول إلى وسيلة للهدم.